شي حلال الزلط. لحظة جيتار يعزف بعود. أنا بترك أي موهبة يا أستاذ رقد ما أقدر أشتري. نعم إن شاء الله. أنا جيت علشان أستاذ رقد. أهم شيء. يعني فايز. خلاص من الآن. أيوة تعجبيني يا عشرة. فايز. بسم الله. وحمامة لم تنوح على ما وبالسلامة شرق حبيبي حتما وقولبه قولبي وقولي لي قولب يقي. أستاذ رغد كيف؟ تفضل يا أستاذ. أنا ماشي. اللي بعده نسمع الثاني. شكرا. انا ما انا عن نفسي احنا فعلنا هذا البرنامج علشان ايش؟ اخيرا علشان تكتشفوني. انك تكتشفك ليش؟ شوفوني نوال موهبة. ما علشان لابه موهبة صح نقدر نبرزها. لحظة ايوه لحظة بس كان ليش قصده هو علشان الزلط هم يدوروا زلط ورجع اي الزلط. موهبة ما بيش عندهم يا اخي بتفهمني من البداية افعل علشان ما يخسروش الواحد زلط. لحظة بس هم شو يخسروا الواحد زلط؟ اسمع اللي بعدها ماشي اقضب يلا ندخل الغنية لأنه ما بيش وقت لأنه في طيب هدا الله يحفظك بدخل الغنية أستاذ علي عنبة. لا لا تكلم غني أنت غنية أستاذ علي عنبة. ايش في قوله؟ سكار سمعنا سكار راح اطرح الجيتار طيب لما تقول لي لنا ايش قولي تمام أنا مدي زلط مش أنا ما جيت ورجع يقول زلط يا أخي ما حد يدفع زلط كنت تفهمني كيف ما حد يدي زلط؟ ما حد يدفع من يدفع زلط يا جماعة؟ أدينا رسم 5000 يا أستاذ لو سمحت ضحكوا عليك من نقول لك والله ضحكوا عليك أنتم اللي دينتم من السقوف أقطب يلا الشحنة غني يلا يا أستاذ أغني دلحين يلا غني بس هذا بيستفز خلاص أنا آسف خلاص طيب أنا آسف سمعنا صوتك يلا بس قنعنا إن شاء الله يلا ولا ترد الزلط انا بدي لك مشين 1000 وهجعني يلا اديها اسكه بتهيب بس قبل الكاميرا يلا اسكه اديها يلا هيا هيا خلاص شكرا يا استاذ يديني زلط بس بتلاقن بتلاقن اسمعني انت بتلاقن بتهمني لو سمحت يا استاذ لو سمحت يا اسمعني اسمعني رقمك 37 اسمعني 37 انا غلطان انا غلطان احنا نجيت اليوم تمام اكبر غلطه اسمعني اسمعني وثاني حاجة أنت بتقول 5000 وأنا بنقول لك ضحكوا عليك ضحكوا علي نسك معهم من نازل يا أخي خلاص في معنا المسابق الثاني لو سمحت لحظة أول شكرا حاجة شكرا. أول حاجة ما فيش حاجة حصل خير حصل خير حصل خير على ميدي أنا حصل خير وما فيش حاجة تمام خرج لخارج شكرا. وأنا لو ما خدت جديد يديني زلط يا أستاذ أنا بعدش يا أستاذ رغد خدت نشي مسابق إيه تقري ما هذا مالك يا أوس ليش بتسكتني من أنت يا أخي ما هذا لا تهدى خرجوا هذا لحظة 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 مش متابعك ايه تقري ما له هذا مالك يا أوس ليش بتسكتني من أنت يا أخي ما له هذا لا تهدى رجع رجع خرجوا هذا لحظة 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 من هو من هو أنا من يصور ما 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 يصور
وقف كل موثق يا استاذ ابو رجاء لو سمحتوا يا اخي اتصلوا 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 بقضية قتل 199 اتصل لهم اتصل له ليه فين جنبي اي فهمت كل جنبي الرجال ما الرجال ما خرجوا أخرج. 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 أخرج